ديما لايفات حارين، وهادشي كامل بغيتي تعرفو ما عليك الا تتصل بعمو الفريزي، يا اما يدير لك العماريه ولا شمس العشيه. مرحبا بكم خوتي الاعزاء، اهلا وسهلا. مرحبا بكم في برنامجكم الشيق شمس العشيه. برنامج شمس العشيه، برنامج جرب صاحبتك ولا صاحبك، خطيبك ولا خطيبتك، عرف قيمتك عنده ولا عندها، عرف انت اشنو بالنسبه ليه، واش ذهب ولا فضه، واش اختاريتي الشخص المناسب ولا لا. ديما لايفات حارين، وهادشي كامل بغيتي تعرفو ما عليك الا تتصل بعمو الفريزي، يا اما يدير لك العماريه ولا شمس العشيه. مرحبا بكم في برنامجكم الشيق شمس العشيه. برنامج شمس العشية، برنامج جرب صاحبتك ولا صاحبك، خطيبك ولا خطيبتك، عرف قيمتك عنده ولا عندها، عرف انت اشنو بالنسبة ليه، واش ذهب ولا فضة، واش اختاريتي الشخص المناسب ولا لا. ديما لايفات حارين، وهادشي كامل بغيتي تعرفو ما عليك الا تتصل بعمو الفريزي، يا اما يدير لك العمارية ولا شمس العشية. شمس العشية، برنامج شمس العشية، برنامج جرب صاحبتك ولا صاحبك، خطيبك ولا خطيبتك، عرف قيمتك عنده ولا عندها، عرف انت اشنو بالنسبة ليه، واش ذهب ولا فضة، واش اختاريتي الشخص المناسب ولا لا. ديما لايفات حارين، وهادشي كامل بغيتي تعرفو ما عليك الا تتصل بعمو الفريزي، يا اما يدير لك العمارية ولا شمس العشية. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. انا العمو الباريزي. مرحبا بك اخي الكريم. مرحبا. لاباك واش مزيان عمو؟ الحمد لله. عطيني الاسم ديالك وفين ساكن. الو، انقطع الاتصال. خوتي الكونيكسيون عندكم راحنا نشتغلوا عبر الواتساب. رقم مرحبا بالاخوان ديالي في الانستغرام. مرحبا بكم، احنا على المباشر في صفحة مغاربة العالم. كنشكركم، جمعة مباركة لجميع أحبائي الأعزاء. للاتصال برقم البرنامج 00 33 77 48 83 294. العود النمرة 00 33 77 48 83 294. برنامج أجي تجربي صاحبك ولا أجي تجرب صاحبتك ونشوفوا الحقيقة في كل شيء، واش ذهب ولا فضة. مرحبا بكم اخواني اخواتي، تحياتي لكم. مرحبا بكم برنامجكم الشيق شمس العشية. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا اخت كريمه، مرحبا بك. انا ايطاليا اللي كنت عيطت عليك البارح. اييه، الاسم ديالك اختي؟ واش ممكن واش شي دوكو وانا تنعيط لك وما تيشدش عند الدري، ولكن دابا راه فايق. داكور، عطيني الاسم ديالك. الاسم ساره من ايطاليا. أيه. والاسم ديالو هو خالد. خالد، كنا اتصلنا به البارح وما جاوبناش. اوكي، لا لا فايق دابا يجاوبك. اوكي، غادي نبقاي معايا بعد قليل. ما تقطعيش. برنامج شمس العشيه، برنامج جرب صاحبتك ولا صاحبك، خطيبك ولا خطيبتك، عرف قيمتك عنده ولا عندها، عرف انت اشنو بالنسبه ليه، واش ذهب. عاونونا خوتي شويه بالبارطاج، جزاكم الله خير، عاونونا بالبارطاج ولا لا. ديما لايفات حارين،
وهادشي كامل بغيتو تعرفو ما عليك الا اتصل بعمو الفريزي، يا اما يدير لك العماريه ولا شمس العشيه. شمس العشيه بارطاج الاخوان، يلا بارطاجوا جيبوا لنا الألف الاخوان، احنا في تصوير جديد. يلا غادي نتصلوا بسميره، هي اللي غتصل بالاخ خليل. سميره السلام عليكم. وعليكم السلام عمو، مرحبا بك. ساره اتصلت بنا، ساره من ايطاليا اللي اتصلت بيا البارح باش نجربوا خليل. خليل اللي بيتو عمو اطول بابا. ساره وي معاك عمو الغريب. وي خليل وين يسكن خليل؟ في كازا. في كازا. خالد كازا 04. يلا غادي ندوزو دابا. تقبلي المواجهه ولا ما تقبليش المواجهه؟ لا ما نقبلش المواجهه عمو الباريزي. اوكي غنشوفو خالد واش ذهب ولا فضه. اوكي ما تقطعيش. يلا علينا اتصل بخالد. سي باغتي. الو اطور عنده الكونيكسيون عيانه، نعاودو نتصلو بخالد. الو اوب كي ديك الو سمعني. الو الو سلام حمزه، كي داير؟ صافا لاباس عليك؟ الو تسمعني؟ الو مالوغوزمون اتصالات المغرب الواتساب كونيكسيون الله غالب، نعاودو نتصلو به. قعدنا بعد الكبير نعاودو نتصلو بك. عاود لينا جو سي با، بقاو معاه حتى نشوفو. بقى معانا. اوكي عيط بغا يدير فيديو. اوكي بغا يدير فيديو. جاكسبت با لا فيديو. نو جاكسبت با لا فيديو بيان سيغ. يلا اطو. اوكي هيا يلا ميرد انا نعاودو نعيطولو. غادي نقول لك الكاميرا ما خداماش عندي. هادي كراف هاد السيد خالد الدار البيضاء. ما يعرف شكون كيعيط ليه. اييه كيعيط ليا بالكاميرا. يا ناري معايا انا. أبيل ريفوزي. أوكي دوسي كلاسي مداولة. ندوزو لحالة أخرى. ألو سارة. هذا الراجل عندك كيعيط غير الكاميرا، مي غادي نديرو له الكاميرا. يلا سير على الله. دير الكاميرا وخبيها نقول له ما خداماش. ألو شكون معاه؟ سعيدة كتسمعني؟ ما عقلتيش عليا. السلام عليكم بعدا. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا اللي عيط هضرت معاك الصباح في آزار، عقلتي عليا ولا ما عقلتيش؟ فين بخير؟ لاباس الحمد لله، وأنت كي داير لاباس عليك؟ هذا اللي دواك في آزار عطاك النمرة غلط، أنا ما عنديش آزار. واش اللي دويش معاك في آزار؟ اخويا كنت مشيت لواحد لابليكاسيون ديال لي غانكونت، تلاقيت مع واحد السيد ظريف عطاني هاد النمره، قال لي عيط لي نهضرو في واتساب. واش انا اللي دويش معاك بحال ما هكا؟ هكا واحد السيد سميتو حمزه. يا واش دا حمزه؟ انا سميتي خالد، كنسكن في كازا. وانتي؟ انا سعيده من فرنسا. مشيت اخويا واحد السيد بغيت نتعرف على شي واحد باش نتزوج، وتحت واحد السيد عطاني هاد النمره، يمكن غلطت فيك.
واش تساكن في الرباط؟ لا انا ما ساكنش في الرباط، انا ساكن في كازا. ويمكن غلطت في المراه انا، المهم تصرفين خويا كي دايرين شويه في المغرب لاباس عليكم. والله الا بخير اختي، الله يجعل ربي يحفظك. انا بلاصه نمشي في المغرب. انا تازيه. انت من تازة؟ انا من تازة وعايشه في فرنسا. هذيك هي كنت بغيت نجبرتي وليت نتزوج، مشيت لازار زعما قلت كاين تما الناس. هذا القشلة. ديري كام نشوفك. بغيت نعيط لك بالكام، ما خداماش. الا بغيتي حتى العشية ندير التليفون ونعيط لك بالكام، هذا اللي عندي ديال الخدمة ما فيش الكام. هذا ماشي مشكل، ياك بخير بعدا. عندي تليفون ديال الخدمة وعندي تليفون بيرسونيل، فهمتي؟ ماشي مشكل، بخير بعدا، كلشي مزيان. والله لا مزيان. واخويا الزهر ديالي مشيت لذاك لابليكاسيون، قلت لها باغي نخرج شي ولد للناس، قلت ما بغيتش ندير شي واحد فراسة في المساكين بزاف، ندير شي ولد البلاد. وانت كتشوف عندك عطاني نمرة غلط ولا انا كتبتها غلط؟ انت اخويا صافا لاباس عليك، كي داير مع كورونا؟ والله الا بخير الحمد لله. انت الا بغيتي تزوجي وغبر عليك راجل ودخلتي لي الفيرتيال ديال ازار باش تقلبي على راجل. ايوا صاحبي، اش غادي نقول لك؟ دابا انا المشكل دابا هنايا في فرنسا، دابا الناس دابا تيشوفوا عندي طوموبيل زوينه، تيشوفوني خدامه، تيبغيو يطمعوا فيا، فهمتي؟ وانا ما بغيتش داك الناس اللي يطمعوا فيا. وراه المغربي، راه المغربي غادي يطمع فيك. ولكن المغرب ما غاديش نقول له شنو عندي وشنو ما عنديش، فهمتي؟ غادي نقول له باغي نتزوج. واخا راه ما يولي شريك الحياه ديالك، فهميني؟ يعني ملي كتخلط العاطفه، راه المراه راه عامره، راه قال صغير، يعني ملي يقدر يعنق الراجل ويعطيها واحد الحنان، يعني يقدر تبوح ليه بكل شيء، تقول لي اي تقول لي كل شيء في اي لحظه. واش فهمتي؟ يعني خاصك تعرفي راسك فين، خاصك تحطي رجلك ماشي تطيحي. واش فهمتي؟ يعني راه كاين بزاف ديال المواقع، راه كاين الفيسبوك، كاين الواتساب، كاين الازار، كاين واحد الفيديو سميتها بيكو لايف، كاين بزاف. ولكن فين تلقاي واحد الانسان اللي غادي إيه فهمتيني، يحسبك كانك زوجه ديالو ماشي كانك كريمه كتجيبي لي الفلوس، فهمتي؟ انا واحد الانسان ايتيمه، فهمتي؟ وقلت زعما شي واحد نجبر شي ولد الناس، ثقت في ولاد البلاد، فهمتيني؟ قلت زعما نجيب واحد من البلاد احسن ليا. ايوا خويا ما عنديش درش، غادي نقول لك انت بعدا لاباس، كلشي لاباس في المغرب. انت شحال في عمرك؟ يا مشرفين خويا، بغيتي نتعرفوا؟ مرحبا بك، انا راني سعيده وساكنه في مارسي، عائلتي كامله ممتازه، عندي والدي ساكن شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ انا خويا عندي 27 عام. 27 عام. واش كنتي كتقراي تما ولا قدامة تما في فرنسا؟ لا انا خدامه عندي المشروع ديالي. عندك الجنسيه تما؟ لا عندي الجنسيه، عندي الخدمه، عندي داري، عندي كل شيء. انا عندي واحد العائله اللي لاباس عليها الحمد لله، ولكن والديا ساكنين بعاد. شنو غادي نقول لك؟ انا واحد الانسانه، غنعاود لك قصتي، انا واحد الانسانه غير تبناوني واحد العائله، فهمتي؟ تبناوني الكور، فهمتي؟ تبناوني وعلموني التقاليد ديال المغاربه، علموني كل شيء. واش فتازه فين تبناوك؟ واش فتازه فين تبناوك؟ لا انا غادي شوف، انا دابا جيت لفرنسا، كان عندي غادي نقول لك، كان عندي يمكن عامين، فهمتيني؟ ووالديا كانوا كيخدموا. صغيره ولا تقيل اللغه العربيه بزاف؟ يعني الكدوب العربيه مزيان. غادي نفهمك شوف دابا انا كان عندي والديا، فهمتي؟ دابا انا المشكل والديا كان كيخدم واحد جارديني عند واحد الكور، فهمتيني؟ وامي هذيك هي ساعه مساكنه في الصيده، وكنت عايشه مع ديك الكور. وسقي معايا من نيتك ولا تدوي معايا، حيت انا ما فهمتش والو. ما سمعتينيش اصاحبي اش كنقول لك؟ دابا انا شوف، انا كنت عايشه مع والديا، فهمتي؟ وكنا خدامين عند واحد الكور لاباس. واش تعاودي لي من النيه ديالك بصح؟ والله الا كنعاود لك بصح. دخلي معاه في صول بصح، يعني حيت جيتيني بواحد النيه، يعني اي واحد تقدر تدوي مع درتي. قولي له. ولكن انا شوف، انا المشكل ديالي تنعاود حياتي للناس هنايا وتيطمعوا فيا، فهمتيني؟ داكشي علاش دابا انا ما بغيتش هادشي، مشيت لواحد لابليكاسيون، ما بغيتش نعاود حياتي، فهمتيني؟ يعني واش فايت انت ديجا في شي علاقه؟ ما سمعتكش. واش انت ديجا كنتي في شي علاقه؟ لا.
دلوقتي باش وصلت كام عندك مرسه ولا خاسر ولا شناقوا؟ شوف شوف اللي كيهضروا معايا شوف اللي كيهضروا معايا تيطمعوا فيا ما نكذبش عليك تيطمعوا في داكشي اللي عندي وانا ما باغيش داكشي فهمتيني؟ راه داكشي اللي قلت لك قلت لك انا الاغلبيه ديال بنادم غادي تدوي معاه غادي يطمع يطمع في عندك ما غيطمعش فيك انت فهمتي؟ داكشي اللي كاين داكشي علاش انا مشيت لهاد ليزابليكاسيون ولكن انت كتبان ليا الناس ضريه باش انت مجوج عندك شي علاقه لا يعني خاصك تقلب ليها ماشي على قضية الدريف ولا خاصك تعني تضيف بنادم وتجيبي فيه مزيان تتعرفي شنو كيسوى عادي يمكن لك هذيك الساعات غامري معاه وتعيشي معاه الحياة ديالك ايوا دابا شوف دابا انت يا معاك شوف 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 دابا انا تحت فيك ربي عطاني واحد الزهر معاك تحت فيك بغيتي نتعرفوا انا وياك نسردك تصاوري تشوفني في الكام ولا بغيتي نتعرفوا مرحبا والله انا بغيت شي ولد الناس ما نكذبش عليك بغيت شي واحد ظريف ما بغيت شي واحد اللي يطمع فيا بغيت نعيش شي حياة ترونكي فهمتي يعاوني على الزمان ونتعاونوا انا وياه والله بغيت نقول لك تصوري ونهضر معاك من بعد كي ندخل الدار بالكام وتعرف عليا مرحبا والله انا واحد البنت فين انت دابا فين كاينه دابا انت في الخدمه اه راني في الخدمه دابا راني خارجه ولكن انت من البارح مسكونك طايشي من البارح ما بقيتش دخلتي الفيسبوك كيفاش من البارح ما دخلت الفيسبوك شوفي تدخلي معاه قولي له نسرد ايوا انت درتي ميوت يعني حداك شو واحد ما سمعتكش شنو كتقول لي علاش كديري ميوت علاش؟ ها؟ كديري ميوت؟ شنو كندير؟ علاش كديري ميوت كتحيدي الصوت؟ ما سمعتكش شنو كتقول ليا؟ قلت لك صوتك شي واحد ما فهمتكش شنو كتقول ليا كيتقطع لك الصوت راه نسيم لعندك نسيم لعندك قلت لك واش حدا مهم راني كوبيت عليه غادي ناخذوا الخطيبه ديالو ليش نقول لي بقاي معايا سميره بقاي معايا لان كنكوبي الميكرو انا كنكوبي الميكرو باش نهضر معاك وعاقبيه غادي نهضروا مع الخطيبه ديالو الو السلام عليكم ساره اه وي انا معاك واش هو هذا اه هو هذا قول له واش عندك سميره قولي دخلي له فصل بالموضوع واش عندك علاقه واش كذا وكذا اوكي راك عيط ليا صافي راحيت عمر داريزي راحيت حنا على خطوبه يعني باغي نتزوجوا يعني بيناتنا عام يعني بزاف ديال الحوايج سميره كتسمعي كنسمعك عموي اوكي يلا اتصلوا بخالد بارطاجيونا اللايف اخوان رحنا وصلنا 1060 في عمو داريزي وي كنسمعك راحيت انا لاباس عليا راه داكشي علاش هو صاحب البرنامج درنا قلوب الاخوان قلوبة في الفيسبوك قلوبة وصلنا 1014 يلا قلوبة خوتي باش اللايف ما يكون يلا إلا بغيتو نتصلوا بخليد معنا الأخت اللي معايا في البرنامج سميرة ومعنا الأخت سارة من إيطاليا باغا تجرب خليد من الدار البيضاء عندهم خطوبة ورحنا كنجربوا فيه واش خليد ذهب ولا فضة بارطاجيو لنا اللايف في الانستغرام بغينا الانستغرام يتبلبل اليوم البلبلة الانستغرام ما عجبنيش يلا بارطاجيو بارطاجي الا ما كاينش بارطاج راه ما نستمروش يعني منا تستافدوا خواتاتي وخوتي منا تشوفوا من ولاد الحرام البنات الحرام يعني هذا هو الاخر يلا اتصلوا بيه بقى معايا ساره على الخط اوكي ساره اوكي معاك انا معاك بقى معايا سميره انت على الخط اه وي كنسمع اوكي بقى معايا على الخط ما تواجهي ولا ما تواجهيش لا هو الا قال لها نديروا علاقه نواجهو اوكي يلا خوتي بارطاجي سي بارتي نعيطو لخليل يلا سي بارتي سام واجده وي علي سي بارتي هو راه كيبغي الكاميرا حنا نديروا له الكاميرا نغطيوها قلت له ما خدامش اه خدامش علي سعيده انا خويا عندي مشكل في التليفون ديالي ما كيخدمش يمكن شفتو كيسكت لي القلب تسمعني كيسكت لي القلب خاصو عملية جراحية وما انا ما تسمعني اخويا كيتقطع بوحدو واش كنتي كتشوفيني في الكام فاش كندوي معاك لا الا بغيتي حتى العشية وندوي معاك بالبيرسونيل ديالي بالتليفون الجاوي باسكو كدا عندو لا كام ما خداماش كنحتاجو غير الخدمة هادي باش كنمشي عند الكليون فهمتي مرحبا ماشي مشكل انت دابا خارجة من الدار لا راني على برا دابا عاد كملت الخدمة غندخل للدار عندي نص ساعة باش ندخل للدار عندي الطريق اه ماشي مشكل انا قولي لي واش كنتي كتشوفيني فاش كنت كندوي معاك ابيل فيديو كنتي كتشوفيني انا لا ما كنشوفكش عندي الكاميرا ما خصهاش اه قولي عندك انكاسابل مرسى
عندي صامخ شباطي حتى وما بقاتش كتبين ليا فهمتيني داكشي علاش ما كتبانليش ما كتبانليش هكذاك ماشي مشكل عندك تصاور في هذا التليفون نصمت لك تصاوري انا شو غادي تشوف تصاوري ما غادي تحماق راني بوبوصه والله العظيم انت دابا غادا صايقه راني صايقه راني دايره غادي معك شو غادا بوحدك ولا غادي معك شو واحد غادا بوحدك ولا غادي معك شو واحد لا والله راني انا طوموبيلتي دايره بلوتوث عندي البلوتوث في الطوموبيل شكون يكون معايا غادا لا لا ما كاين حتى واحد والله راني غير بوحدي شكون غيكون معايا لا راني غادا للدار فكري كنهضر معاك بالبلوتو كتقطع لي الهضره مي التليفون عندي شويه لاخر حيت عندي هاد التليفون فيه غير لي كليان الخدمه ديالي فهمتي بوغ لي ليفريزون داكشي فاش كنعرف لي كليان ديالي وعندي التليفون بيرسونيل ديالي شي خدامه في داكشي ديال ليفريزون لا 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 انا عندي شركه ديالي لا انا هادشي انت من بعد نهضرك على الخدمه ديالي الا بغيتي نوريك الكونسيبت ديالي لا لا هادشي ان شاء الله ماشي مشكل لا لا عندي واحد الكونسيبت زوين نهضر لك عليه من بعد وتشوف غادي يعجبك الكونسيبت ديالي مي عندي خيو بيجي يكون هاد التليفون في لي زادريس ديال الناس فين كنعطيهم داكشي فهمتيني وانت خدم معايا في اي بي انا تنبعد نوريك التصاور نوريك كلشي اللي بغيتي قول له غادي نقدم لك عمو الباريزي قول له نقدم لك عمو الباريزي واش كتحيد الصوت انا هاد التليفون عندي مريض هاد التليفون والله انا عندي التليفون مريض شوف بغيتي نصور لك التصاور ديالي بغيتي اش اجي نقول لك بعدا ما قلتيش شحال في عمرك انت انا في عمري 29 مرحبا ياك بعدا ما مجوج ما والو نقدر نصور لك تصاوري لا عادي ماشي مشكل انا نصيفط لك تصاوري ايوا صافي وشوف انا ما نكذبش عليك غير الصوت ديالك جيتيني حنين وظريف والله ما كره زعما نديرو انا وياك هكا شي تعرف بيا ونتعرف بيك ولكن علاش ما نديروش شي علاقه انا بغيت المعقول والله نقطع عندك المغرب ما كاين حتى مشكل ايوا كان لكن شي معقول وباغا المعقول مرحبا ما عندناش مشكل لا والله انا معقوله وغادي تشوفني وغتعرفني دري واش قلبي ولا عندي واحد القلب كبير وتنبغي الخير لاي واحد وما نكذبش عليك زعما غادي تشوفني من بعد نعيط لك بالدوزيام تليفون غادي نبدل لواحد النمره ونعيط لك وغادي تشوفني كي دايره وغادي نعجبك والله انا شوف ما كيهمنيش الزين ديال الوجه بغيتي واحد اللي بغينا دابا قولي لي واش عندك تليفون فيه كتشوفي فيه مزيان عندي ايفون 11 عندي لو دوزيام تليفون عندي ايفون لا دابا التليفون لا التليفون اللي كدوي معايا منه القدر يعني الا صيفطتك تصاور يمكن لك تشوفهم ما انا ما كاين هذا التليفون عمر شي واحد ما سرد ليا شي تصاور سي سبيسيال فور الخدمه مي غادي نسرد لك الا بغيتي النمره ديالي الاخرى وسرد ليا فيها تصاور وسرد لك حتى انا تصاور ونهضر مع الكاميرا ما عنديش مشكل عطيني غير نص ساعه ندخل للدار يلا خذي راحتك ماشي مشكل ولكن عندك ما مجوج ما ولي نمشي نصرف لك تصاوري ولا تنوقع لي شي مشكل انت شوفي تصويرتي وقولي لي واش مزوج هاي تصويرتي سيف الطالب ولكن ما كيبانليش في التليفون واش صربتي لي لا ما صربتيليش كلشي كحل عندي فيه والله وصافي تعاش وصل للدار وندوي وتعرفي كلشي والله العظيم هو شكرا الله يفتترك تبان لي ولد الناس المهم انا نص ساعه نعيط لخويا ولكن شو غادي نعيط لك بالنيميرو اخر غادي يجيك ان اوتر نيميرو فهمتي مرحبا ماشي مشكل والله ولا لا وما كذبش عليك غير صوتك عجبتني غير بالصوت ديالك والله الله يا ودي مرحبا والله العظيم هو صافي من الساعه نعيط لخويا صافي انا صدقت انا كي نوصل غنصاد لك تصاوري ونعيط لك ديريكت بالكام علاش لا انا ما كذبش عليك نديرو علاقه نجي عندك المغرب جوست ويعراني عندك ان شاء الله مرحبا ايوا صافي وتهلا ليا في راسك بيزو ناري 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 دوزو الخطيبة ديالو سير الله الو سارة عمو الباريزي سمعت تبارك الله عليك عمو الباريزي تحياتي ليك والله العظيم مشى الراجل وها ميمتي وها والله لا والله الا تحياتي ليك من هذا المنبر هذا وكنشكرك بزاف لان كنت طايحه ماشي غير على راسي كنت طايحه كلي ولاني دابا نهار كبير هذا ملي سمعت بحال هكا ارتحيت والله الا ارتحيت واش سارة نطلب منك انك تواجهيه بنفس النمره انتي اللي غادي دوي بلاصه سام غادي تقولي ليه التصويره ديالك زينه هذه التصويره ديالك تبارك الله اوكي نقولها له المواجهه المواجهه خوتي بارطاجيو لنا اللايف القضيه سخونه بارطاجي وقصه ساره من ايطاليا تعرفت على خالد من الدار البيضاء
باش هضروا على الخطوبه انها صارت هبط للبلاد للدار البيضاء وتلاقاو الوالدين ويديروا داكشي اللي كتب الله وتجيبوا معها الطاليان. ولكن شوفوا ولاد الحرام، شوفوا ولاد الحرام، شوفوا ولاد الحرام، هانتوما 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 الدليل بان ولاد الحرام ما فيهم ثقه. الرجال ما في دين امهم ثقه، ما في جدارت باباهم ثقه. وساره شي كلمه لهاد الشميت، عمو البريد شي كلمه لهاد الشميت، يلا باش ندوزو لكذابه وهضري معاه فكيا معاه. حشومه حشومه، عيب والله الا عيب. ما يعني من الانسان ما خصوش يدير الثقه ديالو كامله، خصو يكون يعرف شنو تيدير. وكنشكر البنت سام اللي دوات معاه، تحياتي ليك اختي سام، شكرا بزاف والله العظيم. هذه اكبر شمس الحشية. سام انت في الاستماع؟ سام الو سام سام اوكي سام شات. يلا المواجهه الاخوان نوصلوا 2000، يلا احنا 1633 في فيسبوك، انستغرام رحنا في 400 500، فيسبوك رحنا 2000 و... يلا سير سير على الله. بارتاجي مواطن، بارتاجي خوتي العائله تتفرجوا فينا كنحترموهم، تحياتي لكم. ها انتم الخوتي، الحلال بين والحرام بين. ها فوالا باش هذا عمو البريزي كتسمعني؟ كنسمعك. احنا راه تخاصمنا واحد سي... واحد 3 ايام دابا على قبل الفلوس، قال لي صيفطي لي شي فلوس. ها بغيت وقلت له لا، قال لي صيفطي لي واحد 100000 ريال يعني 5 كويرو، واحد 500 اورو. وقلت له لا، وتخاصم معايا على قبل الفلوس، وكان بعث له الحوايج وهذا، ولا يعني دابا يعني عام وانا كنت سالقه، ولكن صيفط عام ما كنت عامه ولا لا. واحد التصويره ماشي ديالو عمتي مونطاينو ويش طونطون، صيفط لي تصويرته ماشي ديالو، هاد التصويره ماشي هو اللي كان معايا ابل. كذب عليك يا سامرا، التصويره اللي صيفطها راه ماشي هو، ولكن عمو غيشبك حليتي التصويره. ناري بطها. الو ساره معايا؟ عمو غادي يشوفك حليتي التصويره، انا قلت ليه ما كنشوفش التصويره. ماشي مشكل ونصون فو، يلا نعيطو لساره دابا. يلا المواجهه. ناري سرس. ناري سرس. كتعيط ليه؟ كتعيط ليه؟ لا لا نعيط لها، انا نعيط لها. يا شمس العشيه. ورا هيا تجاوب. يلا سام بقى معايا على الخط، يلا غادي نتصلوا ل... الو ساره. الو ساره. الو انا معاك عمو البريد. يلا المواجهه، غادي تتصلي بالخطيب ديالك دابا وبردي غدا يدك اختي. اوكي اوكي يلا سي بارتي. المواجهه ما تحشمي ما تخافي، قولي اللي في قلبك. لا وقولي له برافو، يعني هادو هما الرجال. يلا المواجهه الاخوان، اللايف خصو يتبارطاجا، بارطاجي يا مواطن. يلا سي الو. الو 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 السلام عليكم، كيداير السي خالد؟ لا حبيبي. الو كتسمعني؟ الو 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 كنسمعك. كتسمعني؟ كنسمعك. كيداير اخ خالد؟ لاباس عليك؟ الله حافظك. عرفتيني؟ عرفتي ليا دابا؟ ما عرفتش الصوتي. الو الو واش ما عرفتينيش من صوتي؟ الو 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 كتسمعني؟ الصوت كيتقطع. الو راه انت اللي ما عندك كونيكسيون ثقيله، واش كتسمعني دابا؟ الو الكونيكسيون ثقيله ماشي كتسمع والو، الهضره كتقطع. الو كتسمعني دابا؟ الو 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 كنسمعك انا. راه يسمعك، راه يديرها بالعاني، راه يديرها بالعاني، راه يدها واخر على سروالو. اوكي ساره كتسمعني؟ كنسمعك عمو البريزي. راه كان يسمعك، راه كان يسمعك، انا عيطوا له، انا عيطوا له، راه كان يسمع فيك. واخا الو الو كتسمعني دابا؟ الو
عفالي واش كتسمعني؟ كتسمعني دابا؟ الو واختي وشتي في فرنسا وما عندك حتى كونيكسيون قاده. راني كنسمعك واش كتسمعني؟ فوالا قولي له شكونتي، قولي له شكونتي. سارة، سارة. الو خالد، سارة. الو وي خالد كتسمعني؟ الو خالد قد عليا واش كتسمع والو اسمع سي خونا في الكرونة وداك الغدار كتسمعني؟ ها والو انا نوريك. الو هذا راه هذا مسطي عندك، هذا انت تزوجي بواحد مسطي. انا عاود نعيط عمو البريزي. الو 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 كتسمعني بيا اختي ولا شنو؟ انا ما كنسمعك. الو الله يعطيك اللقاء الله يعطيك اللقاء ساره. الو انا اشوف انت غادي يجي يطير لك الراس ديالك ولا يعطيك اللقوة. الو الو واش تتسطيتي دابا؟ شوف الحبت هذا فرنسا هذه يقول لكم ما عندهاش كونيكسيون ولا فرنسا وانت المشكل. خالد خالد راني كنسمعك اختي. خالد خالد كنسمعك. الو هذا تاع بالرشيد هذا ويعطيك القوة دار فيها بل. الو دار فيها بل راه داير راسو تسطى. الو نسمعوك خوتي راه تنسمعك. روح واحد المكالمة جاية الرئيس ولا لا لا والله تطوخ والله يعطيك القوة. سارة عمو الداريجي راه كيسمع، راه كيسمع واقيلا راه غير كيسمع. كيسمع بيان سير كيسمع، راه كيسمعني. هاو عيط عاود محاولة. جاوبو راه دابا كيفكر وشنو كيجاوب. الو 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 كتسمع؟ انا عارف غير اخت ما عندك سر زوج فرنسا وما الو الو كنسمعك. انا كنسمعك ما سمع اقول واش كتسمع شي لعيبه. هو جايب التيمو، هو جاب الشاهد، هو مشى يجيب الشاشه. الو مشى يجيب الشوط هذيك داروها لي معك. انا واش كتسمعني حتى انت؟ مشى يجيب الشوط هذي داروها لي في البرنامج. غادي يقول لك صاحبي دابا غادي يعيط وغادي يقول لك ماشي انا هذيك راه كيهضر. شوفي شوفي هذاك الفيلم راه قريناه. الو الو السلام عليكم. الو كنسمعك. الو الو كتسمعني؟ الو الو يعطيك اللقوة. الو الله عليك عمو الباريزي. والله غير نديك المرشيد بالرشيد. الو ولعب الوداد ولا الرجاء؟ صاحبي ندير الزب يا شتي ويلي ويلي حاشاكم الاخوان دريت ستة صافي. اودي شوف يا اختي سارة الثقة. عمو الباريزي شوف الثقة. أنا غادي نعطيك ندوز لك سام هي اللي غادي تعطيك لا كونكلوزيون ديال هذا الراجل هذا. ما صالحش أختي راه أختي. سام كوبي الميكرو. سام وي أوكي. خوتي هذا الميساج راه كاين بنات الناس باغيين يتزوجوا باغيين يجيبوا ولاد الناس من المغرب ولكن مالوغوزمون ما صدقيتش. مالوغوزمون ما صدقيتش ها الحقيقة ديال البرنامج. سارة عمو الباريزي كنسمعك. دابا عينيك تحلو يعني هذا الراجل هذا هو كيعيط ما نجاوبش. دابا صافي سالينا منه راه حتى يدير داك الشيء ديال الهبل تعيش كيصوني ويدير راسو ما يسمعش. سميرة موي راه كيهبل عليكم كيضحك عليكم راه عشان كي كيسمعني جوج مرات عيط لي ودابا نتوما كيدوخ عليكم. فوالا واش سميرة عرف راسو حصل عرف راسو حصل. المهم هذا راه طمع طاعون طمع طاعون قال لي هسفتي لي فلوس او وياك تسفتي لشي واحد الفلوس او وياك او وياك. يعني ساره حشومه ان الراجل عمو الباريزي حشومه ان الراجل يطلب على المراه الفلوس واخا يكون في المغرب. هذه ماشي التقاليد ديالنا.
هذا اللي تيطلب الفلوس على المرأة ماشي راجل، هذا اللي كيطلب الفلوس على المرأة واخا هي مسهل ليها الله. دبر على راسك اخويا، خدم اري على دراعك وريها بلي راك كابابل الا بغيتي تجي لاوروبا، لان اوروبا كتبغي الرجال ما كتبغيش الشمايت وما كتبغيش الرعاين. ولهذا خوتي راه كاين النساء المطلقات 99% في اوروبا اللي باغين يجيبوا ولاد البلاد، ولكن ما كانش معامل، ما كانش دليل ان اتصلنا بخالد. خالد راه ماشي فري كازاوي، هو راه ماشي كازاوي فري، ولاد كازا ما كيديروش هاد الفعيل. سميرة دوي مع سارة. اختي سارة انا نقولك شي حاجه، هذا الولد راه معاك غير بارانتيغي، زعما غير بغى غير حاجته. شتي كي هضرت معاه راكي سمعتي الصوت ديالو، الصوت ديالو. وانا كنصحك اختي سيري قلبي على شي واحد اللي ما يكونش بعيد عليك، باسكو حتى كتخنش الشواري. دابا الواحد ما كيخصش يدير الثقه في شي واحد من المغرب، كلشي باغي الفلوس، كلشي المهم تمعطى عند عرفوها هادي. والواحد شوفي كتبغي ديري علاقه مع شي واحد ديري راسك ما عندكش مسكينه، وبينا كيما خدامه ما رداما، وشوفي كي غيوقع لك. عما كتعطيني ديك شي واحد ديال المغرب هادشي اللي تعلمت انا. عندها الورد، عندها مسكينه ميسر لها الله، بغات ولد الناس. عاصدق السيد قال لك شحال؟ قال لك صيفط لي الفلوس. كان قال لي صيفط لي 100,000 ريال. اي قال لي باغي نخدم بها، باغي يدير بها شي مشروع. هو كذب عليا نهار الاول، قال لي انا شيفور خدام. من بعد مني تعرفت عليه واحد المده ديال يعني شهرين، ما بقاش السيد خدام. يعني داكشي كاع اللي كان كيقول لي كذوب، انا ما طامعش فيه. الحمد لله انا عندي رزقي وكنعيش بخير، وعندي الدار ديالي في ايطاليا والحمد لله كنعيش بخير، ما خاصني حتى شي حاجه. اوكي ساره، مي هو كذب عليا وبزاف ديال الحوايج اللي وعدني بهم، وكنا غنديروا الفاتحه يعني كنا غادي نتزوجوا. طلعت كورونا وقفات كلشي، يعني جات من الخير بانني عرفت هذا الانسان شنو تيسوى. سارة راه ماشي كلهم، راه ماشي كلهم ولاد البلاد. كاين ولاد البلاد الله يعمر لهم الدار، كاين ولاد البلاد راه ما تنعموش على الاخوان، كاين ولاد البلاد اللي مربيين وكيكبروا ويعني يستاهلوا، كاين ولاد البلاد. ولكن سارة انا الا تثقي بيا نشوف لك ولد الناس عندي. مرحبا. كاين نشوف لك شي ولد الناس اللي هنايا معنا في اللايف، كاين وانا غادي نشوف لك الا كان شي ولد المعقول هنا في اوروبا ولا حتى في المغرب. كاين الدراري نعرفهم في المغرب ما شاء الله عليهم، ينوضوا الصباح كيخدموا تيديروا صلاتهم، باغي المعقول، باغيين يكملوا حياتهم مع شي امراه صالحه يعني المعقول. كاينين نعرفهم شخصيا، كاينين الاخوان الاخوات راه باش ما تقولوش راه كاين ولاد الحرم وبنات الحرم. انا ديالك الاخت يعني واخا عمو الباريزي مرحبا. اوكي باش ما تقولوش راه ما كنزو، راه كنزوج وكنلاقيو الناس، راه زوجنا ولقينا. سميره قولي لهم دوي معاهم، دوي معاهم. واه البرنامج ديال الزواج تبارك الله تلاقينا بزاف ديال الناس عمو كثريا. انت دابا كنتي كدير برنامج الزواج تبارك الله، بزاف الناس اللي تزوجوا. درت انا برنامج الزواج 30 واحد اللي راهم دابا في علاقه الحمد لله. تحيه لكاين ولاد الناس. تحيه لباتريك، ونزوجوها باتريك ولا فيسكا الدراري ولا باتريك ولا فيسكا؟ والله يستاهل نزوج فيسكا ولا باتريك. صافي نقول باتريك يوجد الفاليزه. صافي باتريك عمو، عمو وريها باتريك. مرحبا عمو الباريزي. شحال انت في عمرك ساره؟ شحال في عمرك؟ 30 عام. 30 عام 35 30 اه شي واحد بعقله. اوكي 35. انا نقيد النمره ديالك دابا ونلاقيكم في جروب ان شاء الله ويكون الخير. مرحبا. اوكي العائله ديالك فين؟ في البلاد ولا في ايطاليا؟ لا العائلة ديالي كلها هنا في ايطاليا، لا حتى شي واحد في المغرب. 380 اطون نعاود النمرة مزيان باسكو الوغ 380. اوكي اوكي شكرا سارة. كلمة أخيرة الأخت سميرة، الأخت سارة تفضلي. انا كنقول لها ما تسرعش، راه مازال صغيره، وكما كنقول واحد مشى 10 جا وقتي، واختاري ما عمرك تعاودي حياه كل شي واحد، ما عمرك تعاودي سرك عندك ولا ما عندكش، ديري دائما راسك ما عندكش، وغادي تشوفي الواحد اللي غيبغيك غيبغيك واخا ما عندك حتى ريال، فهمتيني؟ تبقاش تعطي سرك لهنايا. اختي صافي هادشي اللي نقول لك، عمرك تقولي عندي دار وعندي 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 غيطمعوا فيك، راه هو قالها لي، تبقاي تقولي غيطمعوا. راك سمعتي كي قال لك الصديق ديالك كاتلو كلادي؟ اختي كان كيعيش معايا يعني 24/24 في التليفون، وتيشوفني شنو كنشد شنو تنبغي.
وكيفاش كنعيش ولكن ساره يعني الانسان عارف الحياه ديالي كلها. انا نشوف مابقايش تعاودي دابا حياتك انت دابا ديتي انت واحد الدرس اللي ما تعاوديش حياتك. وسميره اه فوالا ساره يبان لي هذا السيد صغير انايا يبان لي صغير اخوتي. لا لا قدي قدو عنده 29 قال لي 29 قال لك عنده 29 ولكن هو راه عنده 30 عام. هذا عنده 30 عام هذا خوتي سام ما قال لي 29 سام شوفي في الانستغرام واش هذا عنده 30 عام كيضحك عليك هذا يعني كتشوفي ولا لا سام خرجت ساره ها عمو الباريزي انا قيدت النمره ديالك وان شاء الله يكون لك مرحبا هذاك ان شاء الله هذاك ديري ليه الزليق هذاك الطمعطعون هذاك الا جبتيه غادي يدير لك المشاكل مع عائلتك يخرب لك كاع بنيتيه بنيتيه غادي يهدمو لك فهمتي صلي على الرسول وسيري على الله توكل على الله تلقاي شي 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 ولد السلام يلا تحياتي ودعيو مع الاخت ساره ربي يسهل عليها ويفرج عليها ويعطيها شي ولد الناس ويسقد ايامها امين يا ربي تحياتي ليك عمو الجارجي وكنشكرك بزاف وتحياتي ليك والبرنامج ديالك وكنشكر الاخت صام وتبارك الله عليكم ميرسي بوكو شكرا الاخت ساره شكرا اختي شكرا مرحبا بكم اخواني اخواتي تحياتي لكم برنامج شمس العشيه اول ضحيه ساره مع خالد ساره من ايطاليا وخالد من الدار البيضاء مرحبا بكم برنامجكم السياحه شمس العشيه للاتصال 00 33 77 48 83 294 معكم عمو البارزي منشط هذا البرنامج ومعنا الاخت صام في البرنامج للاتصال اعد النمره واعد الرقم 00 33 77 48 83 294 صام وي عمو في شكاله دابا كتشوفوا عمو بطريقه برنامج ويعني اذاعي الله عمو جيتي مبوكس حق الله خمسه وخمسه عليك الناس ديال الانستغرام كيشوفونا كيشوفوني فرواح ترى عمو راه قطع الورق راه ساعات ولكن دابا جيتي بروفيسيونيل دابا عمو راه كاين الوقت الضحك والوقت البروفيسيونيل ها غير باش نفهمكم خوتي ديال الانستغرام راه مره عمو راه ولكن كي كنكونوا سيريو كنكونوا سيريو لان الناس العائلات كيتفرجوا فينا وليدات تبارك الله على خوتي ولاد البلاد كنقول لكم اولاد البلاد اولاد بلادي الا بغيتي المعقول ها بنات الناس ولكن ما كاين اللي ما بغاوش المعقول بغاو يلقاوها طايبه ولكن بغيت تلقاوها طايبه بغيت اوروبا ها اوروبا والله الا جيتينا انا تضرب بار على دراعك واش تطلب الفلوس على بنت تطلب الفلوس على يعني اختك تقدر تشوف اختك خدامه على واحد بوركابي ها تقدر تقبلها اختك تضرب تما راه مع الصباح على واحد بوركابي هذه ما تقبلهاش الور سي كوم سا كنشكر الناس ديال الفيسبوك تحياتي لكم الناس ديال الفيسبوك بارطاجيونا اللايف ناخذوا حاله اخرى ومرحبا بكم خوتي ديال الانستغرام بارطاجيونا اللايف برنامج شمس عشيه برنامج جرب صاحبتك ولا صاحبك خطيبك ولا خطيبتك عرف قيمتك عنده ولا عندها عرف انت اشنو بالنسبه ليه واش ذهب ولا فضه واش اختاريتي الشخص المناسب ولا لا ديما لايفات حارين وهادشي كامل بغيتي تعرفو ما عليك الا تتصل بعمو الفارزي يا اما يدير لك العماريه ولا شمس العشيه الو السلام عليكم الو كونيكسيون تاعك خيخي الو السلام عليكم الو الو السلام عليكم الو السلام عليكم الو الو عليكم السلام مرحبا بك اختي بارك الله فيك عمو الباريزي الله يخطيك مرحبا عطيني الاسم ديالك وتعرفوا عليك عواطف من مراكش عواطف من مدينة مراكش وي مرحبا بك عمو انا عن البنك اللي صيفطتك البحر في الفيسبوك ها عليك راني عليك واخيرا شد ليا ايوا مرحبا بك اختي والله العظيم انا جد سعيد انك صيفطتي ليا
وهذه مدة باش تشاركي في البرنامج، ولكن مرحبا بك. الو العواطف لا عرفتكم عزيز عليا بزاف. مرحبا ميرسي بوكو اختي، ربي يفرحك حتى انت. امين اوكي بقاي معايا ما تقطعيش. الو العواطف مدينه مراكش صيفطات ليا قالت لي عمو باغا نجرب دابا غادي ندوزو عواطف ونعرفوا حاله عواطف هذا الشخص. عطيني الاسم ديال الشخص اللي باغا تجرب. وليد من اسبانيا. وليد وي وليد واو شد الساعه سام سام وي عمو شنو سي كوا تي تي اون طران دير لا فيسال ولا لا ممكن عينو ديك من الماتش ديالو. ايوا مزيان معنا سام. سام معروفه في انستغرام سام 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 233 اللي ما عرفش سام معروفه على السعيد الانستغرامي معروفه اكثر من الصنهاجي اكثر من الداودي سام ومال ايها انسان اللي عمرها دار خوتي دخلوا الانستغرام بيخليك اللي اكتيف في الانستغرام ديما لايف ديما لايف ديما الضحك والنشاط ويوميات سام سام تعرفوا عليها في الانستغرام. وليد في اسبانيا شحال في عمره وليد الاخت عواطف؟ 34 عام. 34 عام فين تعرفتوا في العالم الافتراضي؟ وي في الفيسبوك. هذا وليد وقيلا غادي يشحفني هذا واحد خصني نشرب الماء. يلا الا بغيتوا تعرفوا قصه عواطف وليد ما عليكم الا بالبارطاج يبان لي البارطاج ناعس العشاء راكم غادي تتعشاو العشاء ما غيهرب شيء غادي كل شويه غتعشاو قال لي راه معنا انا غيتعشاو جلسوا ديروا حجره في سروال كما قال الاخر بارطاجيو اللايف نعيطوا دابا ناخذوا النمره ديال عواطف وصام تهضر مع وليد اوكي يلا بارطاج الاخوان باكا فاصل ونواصل. مرحبا بكم برنامجكم الشيح شمس عشية برنامج شمس عشية برنامج جرب صاحبتك ولا صاحبك خطيبك ولا خطيبتك عرف كنتك عنده ولا عندها عرف انت اشنو بالنسبة ليه واش ذهب ولا فضة واش اختاريتي الشخص المناسب ولا لا ديما لايفات حارين وهادشي كامل بغيت. الو عواطف وي عمو. الو دابا دوزي الخاص وتعطيني النمره ديال وليد اوكي. الو النمره ديال وليد غير شويه 34 زيدي 66 اييه وي اوكي سام واجدة وي عمو جو سوني بخيت وليد الى كيلاج عمو ما قلتيش كيلاج الى قالت لك عنده 34 عام سي بون اوكي يلا نتصلوا بوليد وليد اسبانيا اوكي تقبلي المواجهه اوكي إذا قال سميتك الحمد لله إذا قال سميتك يعني وبقى الشيخ مع سامو بغى تصور يعني سي نورمال تواجهي وليد إسباني لي نتصل شحال رحنا في البارتاج واو ورا تبانو لي راقدين يلا اتصلوا بوليد واخا سير على الله سميرة تفضلي وليد أنيما الو شباب ليا الصوت بان ليا واش انت حمزه بان لي واحد الصوت شويه مبدل كيفاش واش انت حمزه لا لا اختي باش حمزه يمكن غلطت في النمره انا كتسولي اختي على مني كنت لاقيت واحد السيد في ازار وقال لي هذه النمره يمكن انا غلطه واش انت ساكن برشلونه لا لا اختي لا ماشي هو ماشي انا غير واقيلا غير النمره غلط ناري على الظهور اللي عندي انا حيت كنت كنهضر في واحد لابليكاسيون كتعرف ازر كتعرف ازر عطاك النمره ديالي
يمكن غلطت انا ملي لقيت النمره ما عطاتها لي، ويمكن انا غلطت في نيميرو، يمكن خرجت عندك انت. اي ما هذا دابا نكون انا عزيز عليه بزاف باش يعطي النمره ديال شي بنت. شنو ما سمعتكش؟ قلت لك صاحبنا هذا غنكون انا عزيز عليه بزاف باش يعطي النمره ديال شي بنت. لا لا مشيت لواحد انزار واحد السيت ديال لي غونكونت، واحد السيت ديال باش وتعرفت مع واحد السيد قال لي انا ساكن في برشلونه واحد المغربي، ويمكن انا هزيت النمره غلط. بعدا سمعت شي كامل، انا الوحيده اللي صحيحه هي انني مغربي، شي حاجه اخرى ما صحيحاش. ايوا مرحبا، وانت فين ساكن اخويا؟ انت فين ساكن؟ ساكن في غاليسيا. مشرفين، انا سعيده ساكنه في مارسي في فرنسا. ياك مزيانه لالا. ايوا انا اللي معطيك غادي ندير انا حركه على الراجل وما تحت عليك انت اخويا، دابا كي غندير انا؟ ايوا انت كتشوف انت مجوج مخطوب؟ اختي ما مجوج مو مخطوب. ايوا شوف انا شوف انا باغي نتزوج، بغيت نضرب لك شي تصويرات مرحبا، ولا انا تحت هاد السيد عطاني غلطي في النمره، انا الزهر ديالي هكا يمكن غيطلع لي الزهر معاك حسن ليا. ما تعرفش كاين غير وانا تنخاف من هاد لي زابيل ديال هكا تيكونوا شي كاميرا خفيه نيت. لا لا شوف انا سميتي سعيده ساكنه في مارسي، عندي 30 عام، ودخلت الازار واحد لو سيت وتلاقيت مع واحد المغربي قال لي انا عايش في اسبانيا، وزيت النمره قلت له علاش لا بغيت نتعرف مع شي واحد، بغيت ندير زعما اون غولاسيون سيريوس فهمتيني، بغيت ندير داري وبغيت الحمد لله بخدمتي بداري طوموبيلتي خاصني غير معقول مع شي واحد، وعطاني النمره ساعه صدقت غلطه. مزيان الله سبحانه وتعالى غادي يكمل لك مادام انت ناويه الخير، الله سبحانه وتعالى غادي ييسر لك غير الخير ان شاء الله. ان شاء الله بغيتي تتعرف عليا ونصور لك التصاور ديالي ونهضر معاك من بعد فيديو، مرحبا. مرحبا لالا مرحبا. صافي واحد شوف انا من الساعه غندخل الدار اللي خارجه من الخدمه، ولا انا فرحت عندك واحد الصوت زوين وبنتي لي ولد الناس والله. شتو يمكن نهضر معاك انت؟ واخا ماشي مشكل. صافي نعيطك ولا من الساعه نعيطك فيديو ونصور لك تصوراتي؟ من الساعه كاع؟ باسكو عندي الطريق غندوزلو مرتو حنا راه كاع عندنا الطريق ماشي مشكل. كتسمعني كتسمعني؟ كنسمعك لا كنسمعك، ولكن راه نقول لك انا راك سمعت ولكن شوف عندك تمشي دير ليا تكون مجوج ليا نمشي نصرف لك تصاوري انا. واخا ما حنا نتعرفوا على انسان على بنادم جديد ماشي مشكل، غير هو فهمتي كيفاش؟ ايوا صافي. المهم انا قلت لك بغيت المعقول، وانا غادي نصرف لك دابا تصاوري ومن غير وصلت الدار نعيط الكاميرا. صافي الله يسخر على الله الله يسخر. ربي يخليك، شكرا بزاف، عطي تاليخ. هاي سلامة عواطف. وي عمو سمعتي؟ سمعته. يلا وشنو هو رد الفعل ديالك؟ تفضلي معك سمير. عمو كتقولي لي تزوجي، انا ما نتزوجش يا عمو، انا ما عندي ما ندير شي راجل. ضحية رقم جوج عطاني دوزان يا عمي باغا نهضر معاه. الضحية رقم جوج بعد خالد وليد، قال لي عندهم الضاد الضاد بعده، قال لي عندهم الضاد في الاخر بعده. خالد وليد ما صدقتوش، ماشي رجوله والله ما تا رجوله بالله. دابا اخوان المواجهه ما بين عواطف ووليد. اخوان الوقت غادي نبقى في انستغرام، ولكن الوقت غادي يكون لايف بعد قليل في صفحه مغاربه العالم، غادي ضروري نقطع باش تعرفوا على القصه ديال وليد. عواطف كتسمعني؟ وي كنسمعك عمو. يلا تتمه البرنامج في الانستغرام، الاخوان دخلوا الانستغرام في لاباج مغاربه العالم، هاد 1250 بغيتكم دابا تجيو لي دابا تجيو لي نكملوا المواجهه. يلا تحياتي لصفحة مغاربة العالم، وتحياتي للمسؤولين يوسف خبابة وحنينة والإخوان كاملين اللي في هذه صفحة مغاربة العالم، وشكرا لكم جزيلا. نبقاو في انستغرام، هاد 1200 بغيتكم دابا تحولوا الانستغرام دابا تجيو. يلا دابا نايضة مكان غير الفرشة، بقاو معنا. يلا تحياتي مغاربة العالم، دوزوا الانستغرام.